بهذه الكلمات تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. أخي الحبيب، استمع في البداية معي إلى حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ثم دعنا نحلل ونفكر بهذه الكلمات الرائعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كلمات عددها قليل: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله الأمر سهل، يعني أنا كل يوم أستطيع أن أقول هذه الكلمات مهما كانت ذنوبي يكفرها الله، بشرط أن أكون صادقا مع الله، ليس أن تخدع نفسك وتقول أنا أرتكب الذنب ثم أقول هذه الكلمات وقلبك غير مؤمن بهذه الكلمات. لماذا هذه الكلمات على الرغم من قلة عددها وسهولتها على اللسان تستطيع أن تقولها خلال 5 ثواني فقط؟ لماذا كانت عظيمة جدا وتغفر الذنوب حتى لو كانت مثل زبد البحر؟ كم حجم زبد البحر؟ هل تتخيل أخي الحبيب بحار الدنيا كم؟ لا إله إلا الله. عندما تقول لا إله إلا الله يجب أن تعتقد بالفعل أن هناك إلها يعذب. كلمة لا إله إلا الله ليست سهلة أيها الأحبة. هذا الإله عنده نار جهنم، هو القائل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا الإله هو القائل، يعني عندما تقول لا إله إلا الله يجب أن تتذكر أنك توحد إلها هو القائل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. عندما تتذكر شدة العقوبة تخاف وترجع عن الذنب، وبالتالي القضية أخي الحبيب ليست مجرد كلام، لا، كلام يجب أن تفهم مدلول هذا الكلام ونتيجة هذا الكلام وتعرف الإله الذي تؤمن به وتوحده لا إله إلا الله. وعندما تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من ذنوبي، الله أكبر من همومي، الله أكبر من الكون، الله أكبر من كل أحد يريد أن يؤذيني مثلا. كل إنسان لديه مخاوف، قد تكون مخاوف في بيته، مخاوف من أقرب الناس له، مخاوف من شخص يتربص به. يجب أن تعتقد وأنت تقول الله أكبر أن الله أكبر وأقوى وأقدر من كل هؤلاء، فتذوب همومك كما يذوب ذنبك. ذنوبك تتساقط وتذوب مثل الثلج الذي يذوب عندما تقول هذا الكلام. وأخيرا، عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يعني ذلك أخي الحبيب؟ يعني كأنك تقول يا رب أنا تبرأت من حولي، من قوتي، من حيلتي، تبرأت أن ألجأ لأحد غيرك، تبرأت من كل الناس، من قوة الناس، لأن القوة موجودة عند الله سبحانه وتعالى، الرزق موجود عند الله فبتغوا عند الله الرزق. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت هنا تستسلم أمام قدرة الخالق عز وجل، تسلم نفسك وهمومك وحتى معاصيك تلقيها بين يدي الخالق وتقول يا رب أنا استسلمت لك
فاهدني إلى الطريق الصحيح، هيئ لي الرزق الصحيح. أنا أريد رزقا من عندك يا رب، لا أريد رزق فلان أو فلان أو فلان. أنا مللت من اللجوء إلى هؤلاء، مللت من سؤال فلان وفلان وفلان، والكل يخذلني، الكل يعرض عني، الكل يستخف بي، ولكن أنت يا رب لا حول ولا قوة إلا بك. القدرة كلها عندك، القوة كلها عندك، الرزق كله عندك، فأنت هيئ لي هذا الرزق، وهيئ لي هذه الحماية، وهيئ لي طريقة أحل بها مشاكلي. لذلك أخي الحبيب، أنت لا تقرأ مجرد كلمات، الحقيقة أنا أعتبرها كنوز، وأوجه رسالة لأولئك الذين ظنوا أنهم يستطيعون أن ينكروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة هي كنوز أخي الحبيب، كنوز مجانية من حولك، تستطيع هذه الكنوز أن تغير حياتك بالكامل، أن تجدد حياتك بالكامل، وهذا الكلام عن تجربة طبعا. إذن أرجو منكم أيها الأحبة أن تتذكروا هذه الكلمات، لأن الإنسان حسب قواعد علم النفس إذا شعر وأحس بعقدة الذنب فإن هذا يدمر حياته، يعيقه عن الإبداع، عن التطور، عن يعني العمل، عن السعادة. إنسان مكبل بالمعاصي والذنوب سيكبل بالهموم والاكتئاب والحزن. لذلك هذا الحديث هو بمثابة بشرى وفرح من الرحيم الذي وصفه الله أنه رحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا رحيم بنا هذا النبي. انظر أنت عندما تقرأ هذه الكلمات وتعتقد جازما أن الله قد غفر ذنوبك كاملة، إياك أن تعتقد أن الذنوب لا تغفر، لا والله، إذا قلت هذا الدعاء بإخلاص لو كانت ذنوبك كأمثال الجبال ولو كانت مثل زبد البحر يغفرها الله ولا يبالي سبحانه وتعالى. قل هذه الكلمات وأنت واثق أنك بمجرد أن تنتهي منها كل معاصيك انتهت، ابدأ حياة جديدة، ابدأ منذ هذه اللحظة، لأن الإسلام دين سعادة أيها الأحبة. أنا شخصيا أستخدم هذه التقنية، وهي تقنية موجودة في علم النفس على فكرة، أن تتخلص من الذنوب والهموم وعقدة الذنب لتبدأ حياة جديدة. هذا الدعاء يجعلك تبدأ حياة جديدة. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الهموم، وأن يبدلنا خيرا منها، أن يبدلنا بدلا منها فرحا وسرورا وطاعة لله وحياة مطمئنة. فهو القائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.